أكد أحد المنشقين عن ميليشيات العدل والمساواة السودانية المعارضة في لقاء تلفزيوني مشاركة قواته مع ميليشيات حفتر في قتاله ضد الثوار في ليبيا. أخونا طاهر عرجة مجموعة يعني اسمه شنو دكتور جبريل هو رسلهم حاليا ناو في مجموعة تقريبا خمسة عربية شالوا من مناطق تينا وفاتن موجودين مع مجموعة مني شغالين مع حفتر. ممكن يعني الشغل ده كله بيزنس يعني ما في شيء اكتر من كده.